من مدينة كونفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي صباح الخير، أهلا بك معنا. هل ما زالت حصيلة الضحايا والإصابات على حالها منذ ساعات وحتى الآن أم تغيرت؟ نعم صباح الخير، بالفعل تغيرت حقيقة الأمر. 5 وفيات، 3 في حلب، 1 في حماة، و1 في طرطوس، نتيجة حالات الهلع التي حلت في قلوب وفي صفوف المدنيين السوريين في تلك المناطق، وأكثر من 500 إصابة. الإصابات مختلفة وغالبيتها نتيجة انهيارات عصبية. حالات الهلع التي حلت في السوريين، هناك الكثير منهم يعني أصيبوا بنوبات قلبية في مناطق مختلفة. حتى الفجر كان الكثير من هؤلاء السوريين في الشوارع حقيقة الأمر، لم يعودوا إلى منازلهم، وأقلهم يتحدث في محافظات الساحل السوري وحلب وإدلب، يعني في تلك المناطق، وحما في الشوارع، باتوا في حافلات عامة، باتوا في سياراتهم، يخشون كانوا العودة إلى منازلهم التي أثارت فيها تشققات حقيقة الأمر بعد الزلزال الجديد في الساحل السوري. مناطق في الزلزال الماضي لم يكن هناك أي تأثر للمنازل، ولكن واضح بأن هذا الزلزال الشديد أصاب خط الساحل السوري أكثر من الداخل السوري نتيجة قوة الهزة في تلك المنطقة. شاهدنا في صافيتا على سبيل المثال في جبال طرطوس، يعني ليست بالقرب من الزلزال، أيضا كان هناك هزة، الطفلة قتلت، توفت في تلك المنطقة، لأن الرعب كان سيد الموقف ليلا، والكثير منهم قالوا يعني إلى متى نحن في الشوارع، إلى متى، هل ننام، هل نستطيع أن نبقى مستيقظين. البعض يعني بدأ يأخذ معدئات كي يبقى قيد الحياة في مناطق سورية مختلفة. طيب سيد رامي، الضحايا، عدد الضحايا الذين أعلن عنهم وأعلنت أنت أيضا عنهم، هل جميعهم بسبب حالات الهلع والتدافع كما قيل، أم هناك من قتل بسبب وقوع أجسام صلبة عليه؟ لا أحد منهم قتل بسبب أجسام صلبة، جميعهم بسبب حالات الهلع، جاءتهم عملية يعني احتشاء عضلة قلبية، فارقوا الحياة تشد الخوف. ويعني أنت هذه الحالات، غالبية الحالات التي وصلت إلى النقاط الطبية والمشافي كانت إما تدافع في الشوارع، وبعضهم القلة القليلة قام وقعت عليهم حجارة من المباني، والبعضهم نتيجة يعني كسر في العصام نتيجة القفز من الطابق الأول أو الثاني خوفا من الموت تحت أنقاض المباني. هذه هي حال السوريين في تلك البقعة من الجغرافيا السورية. طيب ذكرت نقطة مهمة حضرتك سيد رامي، أشرت في بداية حديثك أن التصدعات في هذا الزلزال الجديد هي أكثر وأكبر من الزلزال الأول الذي مضى في 6 فبراير. ما مدى حجم الضرر الذي ألحقه هذا الزلزال؟ في مناطق جديدة، التصدعات في مناطق جديدة، التصدعات في حلب وانهيار مباني في حلب على سبيل المثال كانت في الأساس هي تصدعت في الزلزال القديم وانهار أجزاء منها في عدة أحياء، 8 مباني في حلب على الأقل، لكن في مناطق جديدة كبانياس وطرطوس شهدت انشقاقات في المباني، أي أن الزلزال كان قوته في خط الساحل السوري أكثر من الداخل السوري، على الرغم من أنه شمل بقعة جغرافية ليست بالقليلة، يعني من هم في الشام، حتى في الشام الكثير باتوا في سياراتهم، شاهدنا السيارات في الشوارع في دمشق عفوا وفي القامشلي في أقصى شمال شرق سوريا، يعني أنت تقيسين على تلك المنطقة، بينما الخوف الأكبر والرعب الأكبر كان في مناطق محافظات حماة، طرطوس، اللاذقية، حلب، إدلب، هذه المحافظات شهدت حالة رعب شديدة لدى الأهالي استمرت حتى فجر هذا اليوم. نعم. طيب الناس التي يعني تعرضت ل المناطق التي تعرضت لهذا الزلزال، المدنيون الآن أين هم؟ هل ذهبوا إلى أماكن مخصصة لإيوائهم مثلا أم ماذا؟ نعم، يعني على سبيل المثال بعضهم ذهب إلى صالات الرياضية، فتحت لهم في بعض المناطق مدارس. وصلتهم مساعدات سيد رامي؟ يعني وصلتهم مساعدات ليلا، من المفترض أن تصلهم المساعدات حقيقة الأمر، لا نعلم هل وصلتهم مساعدات جميعهم، يعني من المفترض بأن هناك مساعدات تصل إلى أبناء الشعب السوري، إلى المتضررين من سلاسل، وصلت إلى مناطق النظام نحو 200 طائرة، وصلت يعني مئات الشاحنات، نحو آلاف الشاحنات من العراق، من الأردن، من لبنان، من الداخل السوري، أيضا وصلت شاحنات إلى
لشمال غرب سوريا ونشاهد الشاحنات تدخل بنا المعابر مع تركيا، أي أن المساعدات تصل، ولكن هل تصل المساعدات بالفعل إلى مستحقيها؟ وهنا نقول بصراحة وبعبارة واحدة، يعني الذين هم يحتاجون إلى هذه المساعدات وليسوا من متضررين الزلزال، اصبروا قليلا مثل ما قلنا سابقا إلى أن يأخذ هؤلاء حقوقهم، بعد ذلك ما يصير هو حق لكم، لأن الشعب السوري يعيش حالة من العوز والفقر بشكل كبير جدا في تلك المناطق. نعم، شكرا جزيلا لكل ما قدمته لنا من إيضاحات من مدينة كونفنتري البريطانية. حدثنا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.